Thank you.
والابن والروح القدوس الإله الواحد. نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدوس معكم جميعا. Brothers and sisters, with a great joy, I greet all of you in this beautiful gathering in this almost finished church. I greet first of all His Excellency Mr. Mohammed Al-Nabulsi, Minister of Youth and Sport, Acting Minister of Tourism, Your Excellency's representative of the Jordanian government, Your Excellency's senators and deputies, Your Excellency's the ambassador of friends countries, Your Excellency the leaders of the army and security service, eminent bishops and priests and religious, sisters and brothers from all our Catholic parishes in the Hashemite kingdom of Jordan. معالي السيد محمد النابلسي وزير الشباب القائم بأعمال وزير السياحة، أصحاب السعادة ممثلي الحكومة الأردنية، أصحاب السعادة الأعيان والنواب، أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة، أصحاب السعادة قادة الجيش والأجهزة الأمنية، الأساقفة والكهنة والرهبان المحترمين، الإخوة والأخوات من جميع رعايانا الكاثوليكية في المملكة الأردنية الهاشمية. I welcome you to our church on the site of the baptism of Jesus Christ. Together we will pray for your families and for all those in need of special grace. From this place, the good news was spread to all over the world. And today we renew our hope that joy and consolation will be a blessing to this country, to all its citizens, and to the whole world. أرحب بكم في كنيستنا في موقع معمودية السيد المسيح. سنصلي معا من أجل عائلاتكم ومن أجل جميع المحتاجين إلى نعمة خاصة. من هذا المكان انتشرت البشارة إلى جميع أنحاء العالم، واليوم نجدد رجاءنا في أن تكون الفرحة والعزاء نعمة لهذا الوطن ولجميع أبنائه وللعالم أجمع. In all the circumstances surrounding us and the spread of the COVID again is never finished, that prevents us from carrying out our activities normally, we must join hands and cooperate to cross safely to a more normal life. Today we pray that God protect us from all evil and bless our church and our country. في هذه الظروف المحيطة بنا وانتشار الوباء مرة أخرى الذي يمنعنا من القيام بأنشطتنا بشكل طبيعي، يجب أن نتكاتف ونتعاون للعبور بأمان إلى حياة أكثر طبيعية. نصلي اليوم أن يحمينا الله من كل شر وأن يبارك كنيستنا ووطننا. وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. Okay. أيها الإخوة لنسكو خطايانا ونندن عليها فاركونا أخلا للكامة الأسرى المقدسة. أنا أعترف. رحيمنا لك القدير وغفر لنا نزلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Oh,
لنصلي. Almighty ever living God, who when Christ had been baptized in the river Jordan, and as the Holy Spirit descended upon him, solemnly declared him your beloved Son, grant that your children by adoption, reborn of water and the Holy Spirit, may always be well pleasing to you. Bilmasihi Rabbina. قراءة من سفر أشعيا النبي. وبارك يا رئيس رؤساء كهنة المسيح. هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي عنه رضيت، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مردودة لن يكسر، وفتيلة مدخنة لن يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. أنا الرب، أنا الرب دعوتك في البر، وأخذت بيدك وجبلتك وجعلتك عهداً للشعوب ونوراً لهداية الأمم، لكي تفتح العيون العمياء وتخرج الأسرى من السجون والجالسين في الظلمة من بيت الحبس. أنا الرب وهذا اسمي. برخمور ريش كهنة. يا أبناء الله، قدموا للمولى، قدموا للمولى مجد اسمه، واعبدوا المولى في بهاء قداسته. صوت ربي على المياه، المولى على المياه الغزيرة، صوت الرب يدوي جلالا. يا من تعمدت في نهر الأردن، أمدت بروح القدس والنور. وإن إله المجد أرعد، في هيكله يصرخون له المجد. اعتلى المولى متن الطوفان، واستوى الرب ملكا مدى الأزمان. يا من تعمدت في نهر الأردن، أمدت بروح القدس والنور. يا من تعمدت في نهر الأردن، قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام شرع بطرس يقول: تيقنت حقاً أن الله لا يراعي ظاهر الناس، فمن اتقاه من أية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضياً. والكلمة الذي أرسله إلى بني إسرائيل مبشراً بالسلام عن يد يسوع المسيح، إنما هو رب الناس أجمعين.
وأنتم تعلمون الأمر الذي جرى في اليهودية كلها، وكان بدءه في الجليل بعد المعمودية التي نادى بها يوحنا في شأن يسوع الناصري، كيف أن الله مسحه بالروح القدس والقدرة فمضى من مكان إلى آخر يعمل الخير ويبرئ جميع الذين استولى عليهم إبليس لأن الله كان معه. كلام الرب، الشكر لله. يا كلمة الله ابن الوحيد الذي لا يموت، لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية، فدا الناس بغير استحالة وصلبت المجد مع الآب والروح القدس. خلصنا الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا فلنصغي. في ذلك الزمان كان الشعب ينتظر، وكل يسأل نفسه عن يوحنا، أليس هو المسيح؟ فأجاب يوحنا وقال لهم أجمعين: أنا أعمدكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، ولست أهلا لأن أفك رباط حذائه. فهو يعمدكم في الروح القدس والنار. ولما اعتمد الشعب كله واعتمد يسوع أيضاً وكان يصلي: إن فتحت السماء ونزل الروح القدس عليه في صورة جسم كأنه حمامة، وأتى صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، عنك رضيت. حقا المجد لك يا رب.
بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بيتيتود إخوتي وأخواتي بالرب يسوع، كل مرة نلتقي في هذا المكان المقدس نتمم المسيرة عينها التي قام بها الرب يسوع منذ 2000 سنة. يقول نص الإنجيل متى ومرقس ولوقا أن السيد المسيح جاء من الجليل إلى الأردن، إلى هذا المكان الذي نحن فيه اليوم، ونحن أيضاً أتينا من الأردن العزيز، من الشمال، من الجنوب، من عمان، من مختلف المناطق إلى هذا المكان بالتحديد لكي نعيش هذا الاختبار الإيماني، اختبار الولادة الجديدة، الاختبار المقدس الذي عاشه السيد المسيح. تعرفون أنه لا يجمع الإنجيليون الأربعة على ميلاد السيد المسيح، فقط إنجيل القديس لوقا وإنجيل القديس متى يتكلمان عن الولادة، وعن الولادة تحديداً في بيت لحم، عن التجسد. أما الميلاد الإلهي، الظهور الإلهي، فالأربع أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا وأيضاً أعمال الرسل يتكلموا عن هذا الحدث الفريد في حياة السيد المسيح. فرادت هذا الحدث لأن السيد المسيح اعتلن في بدء رسالته الخلاصية، اعتلن كمعلم يقول توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، واعتلن أيضاً كما نقول في نشيد العيد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، جوهر الإيمان المسيحي. وهذا الحدث هو بالنسبة لنا أيضاً تجديد لولادتنا المسيحية التي عشناها في الصغر. كلنا تقربنا إلى حوض المعمودية، كلنا ولدنا هذه الولادة الجديدة، كلنا اغتسلنا بالماء وقبلنا نعمة الروح القدس. اليوم نتساءل مع أحد القديسين الذي عاش في القرن الرابع، هو القديس غوريغوريوس النيصي. مش سامعين فيه يمكن، ما حدا سمع فيه لغريغوريوس النيصي، هو شقيق القديس باسيليوس الكبير، وكان أسقفاً في مدينة نيصوس في تركيا اليوم. هذا القديس يتساءل سؤال لا يزال آني بالنسبة لنا نحن اليوم، ما الذي يتغير في حياة المسيح؟ ما الذي يتغير في حياة المسيح بعد تقبل المعمودية؟ سؤال طرح هذا القديس في القرن الرابع، ونحن لا نزال إلى اليوم نطرحه على أنفسنا كل مرة نلتقي على ضفاف نهر الأردن. كل مرة هذه المعمودية ترجع تطرح لنا التساؤل في حياتنا من جديد. يقول القديس غوريغوريوس: يجب في رأيي النظر إلى ما يأتي بعد المعمودية، وهذا ما يلهمه كثير، يهمله كثيرون ممن يأتون لتقبل هذا السر.
إذ إنهم قد ولدوا من جديد في الظاهر وليس في الحقيقة، ولدوا في الظاهر وليس في الحقيقة، فإن تغير حياتنا الذي يتم بالولادة الجديدة لا يكون تغيراً حقيقياً إذا بقينا نحيا في الحالة عينها التي كنا فيها قبل المعمودية. نعم، إذا كنا عم نعيش مثل ما عم نعيش ومثل ما كنا قبل المعمودية، المعمودية ما عندها ثمر بحياتنا. اليوم كلنا سوا بالمسيرة السينوسية لطلبة قداسة البابا، كنيسة سينوسية، من نكون كنيسة شركة، كنيسة شراكة، كنيسة رسالة تمتد إلى الآخرين، تصافح الآخرين، تلتقي مع الآخرين، لا تهاب من الآخر. اليوم المسيرة مسيرة معاً، وبهذه المسيرة اللي نحن مشتركين فيها لابد إنه نتساءل عن معموديتنا. أول سؤال يطرحه المسيحي هو وين معموديتي؟ هل معموديتي عم بتخليني التقي مع الآخرين؟ هل معموديتي عم بتخليني سير مع كل البشر؟ هل معموديتي عم بتخليني يكون بشركة مع المسيحيين الآخرين، ولا عايشين دكاكين كل واحد قاعد بالزاوية تبعه، كل واحد خايف على مصالحه، كل واحد خايف على الكرسي تبعه؟ اليوم التساؤل بهذه المسيرة السينوسية تساؤل جدي، تساؤل جدي منطرحه على ذاتنا. واليوم بده كل واحد منا، كل وحدة منا تقدر تعطي الجواب. أين أنا من مواعيد معموديتي؟ أين أنا من لقائي مع خي الإنسان؟ صوت من السماء: أنت ابني الحبيب الذي به سررت. كل واحد منا سمع ويسمع هذا الصوت، كل واحد منا هو أخ لخي الإنسان، كل واحد منا هو ابن بواسطة الابن يسوع المسيح. اليوم الأمنية هي أمنية كبيرة، إنه كلنا سوا مش بس نعمل مسيرة إلى هذه الأماكن المقدسة، مش بس نمشي، أيضاً منا نتغير. أنا بدي أتغير، المطارني مع سيدنا البطرك، الكهني مع الشمامسي، المؤمنين كلنا سوا. المعمودية هي تغير وانتقال من حالي إلى حالي. اليوم السؤال: ماذا تغير في حياتي بعد أن قبلت سر المعمودية؟ بترك الجواب لكل واحد منكم أثناء هذا القداس يقدر يعطي جواب إيماني وجواب ضميري. آمين.
أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لقد جئنا إلى هنا لننال من إله المحبة حياة جديدة، وذلك بتذكرنا يوم اعتمادنا في الماء والروح القدس. فعلينا إذن بهدى من إيماننا أن نكفر بالخطيئة ونعلن إيماننا بالمسيح يسوع. اللهم يا من بقدرتك الخفية زودت أسرارك المقدسة بمفعول عجيب، وخلقت الماء وهيأته ليظهر نعمة العماد. اللهم يا من كان روحك يرف على وجه المياه منذ بدء الخليقة، فحملت الماء منذ ذلك الحين قوة التقديس. اللهم يا من أشرت إلى سر الميلاد الثاني بالطوفان الغامر، فأصبح عنصر الماء هذا رمزاً إلى نهاية الرذيلة وإلى بداية الفضيلة. اللهم يا من سرت بأبناء إبراهيم في البحر الأحمر على اليبس، فكان الذين أنقذتهم من العبودية صورة سابقة لموكب المعتمدين. اللهم يا من اعتمد ابنك على يد يوحنا في الأردن يوم مسحه روحك القدوس وفاض دم وماء من جنبه وهو على الصليب، وأمر تلاميذه بعد قيامته أن اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. انظر إلى وجه كنيستك واجعل ينبوع العماد يجري فيها. امنح هذا الماء نعمة ابنك الوحيد بقوة الروح القدس، فيغتسل به الإنسان المخلوق على صورتك من رواسب الفساد القديم، ويولد ثانية من الماء والروح القدس، ويحيا طفولة جديدة بريئة. لتحل يا رب ابنك الوحيد قوة الروح القدس على هذا الماء، حتى يدفن جميع الناس بالعماد مع المسيح ويقوم معه للحياة، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. الآن نجدد مواعيد المعمودية ونجيب جميعا. أتكفرون بالشيطان؟ نعم. وبجميع أعماله؟ نعم نكفر. وبجميع أباطيله؟ نعم نكفر. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بالروح القدس وبالكنيسة الكاثوليكية المقدسة وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ نعم. مع بعض، هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا. أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم، هللويا. أنتم الذين بالمسيح Oh.
المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهر الأمين. المسيح قد لبستم. آلليلويا. أنتم الذين بالمسيح تمتم. المسيح قد لبستم. آلليلويا. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك مانحا للعالم السلام. واحفظ بصليبك رعي اعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهر السجود للثانوت. فإن صوت الآب كان يشهد لك مسميا المسيح الإله مجدنا. اعتمادك يا رب في نهر الأردن ظهر السجود للثانوت. فإن صوت الكلمة. فيا من ظهر وأنار العالم أيها المسيح الإله المجد لك. فاعتمادك يا رب في نهر ظهر السجود للثانوت. فإن صوت الآب كان يشهد لك مسميا إياك ابنا محبوبا. والروح بهيئة I'm
الكلمة، فيا من ظهر وأنار العالم، أيها المسيح الإله اليوم ظهرت للمسكونة يا رب، ونورك قد ارتسم علينا، نحن مسبحيك المعرفة، لقد أتيت وظهرت أيها النور الذي لا يردنا منه. أيها الإخوة الأحباء، يسوع المسيح هو رسول المحبة وأمير السلام دون منازع أو شريك، وقد جاء ليصالح الناس مع الله، فدعا إلى السلام والرحمة وإلى محبة الأعداء والمبغضين. لذلك نصلي من أجل أن يلقي الرب في نفوس الناس رحمة وفي قلوبهم مودة وسلاما. لنصلي من أجل الكنيسة المقدسة ركن الحق وأساسه، لتكون في العالم وللعالم علامة رجاء ومحبة وتعزية، والنور المنير لطرق الباحثين عن الحق، والأم الرؤوم التي ترعى أبناءها. إلى الرب نطلب لنصلي من أجل قداسة البابا فرانسيس، لكي يقود سفينة بطرس في بحر هذا العالم الهائج ويبلغها شط الأمان، ولنصلي أيضاً لبطريركنا وأساقفتنا والإكليروس وجماعة المؤمنين. إلى الرب نطلب لنصلي متضرعين إلى الطفل الإلهي أن يمنحنا سلامه الحقيقي النابع من القلب، خاصين منطقتنا المنزلقة في قوة الاقتتال، وينير بصائر قادة العالم وصانعي القرارات لإقامة السلام المبني على المحبة والعدل. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لنصلي من أجل مليكنا المحبوب، لكي يبارك الله جهوده الدؤوبة ومساعيه الحميدة لترسيخ ثقافة السلام القائم على العدل والاحترام والقبول والحوار، ويديم نعمة الأمن والاستقرار في أردننا الغالي. إلى الرب نطلب استجب يا رب. لنصلي من أجل أن تتكرم مريم العذراء أمنا المثال الأسمى لنا بالصمت والإيمان، وتعيننا على تحمل الشدائد، وتمنحنا القوة لنسير معها في الطريق الذي سارته مع ابنها الحبيب بكل حب وسلام. إلى الرب نطلب
اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقاً ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا.
صلوا أيها الإخوة إلى الأخ الأبي القدير كي يقبل مني ومنكم آدي الذبيحة. Accept, O Lord, the offerings we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into sacrifice of him, who will, in his compassion, to wash away the sins of the world. Bimasih Rabbina. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى الأولى. لنشكر إله لا إله. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in the water of the Jordan, you revealed with the signs and wonders of your new baptism, so that through the voice that came down from heaven, we might come to believe in your word dwelling among us. And by the Spirit descending in the likeness of a dove, we might know that Christ, your servant, has been anointed with the oil of gladness and sent to bring the good news to the poor. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty, without end, we acclaim. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس والشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس الدم دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما نقدم لك أيها الأب كأس الحياة وكأس الخلاص
ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وسار لكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضاً أن تصبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله ومع رسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وقت روح القدس كل إكرام كمال إلى أبد دون. وإننا وانتصال الوسيط مخلص واستنادا إلى تلميح لله نسور فنكون. أجلنا يا رب من جميع الشرور، لطف وامنا السلام في أيامنا، ودتنا برحمتك وفتنا من الخطيئة، لنعمل كل تراب نحن متطيرا في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها رب يسوع المسيح يا من قلت لرسولك السلام استودعكم سلام ينابكم، لا تنط إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازع وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي مالك إلى دهيد دهور. آمين. إياكم سلام الرب معكم دائما وما ربك بمحبة تبادل سلام المسيح. سلام المسيح.
ودا حمد الله ودا حامل خطا العالم توب المدوينة إلى وليمة الرب. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لحظة توزيع المناولة المقدسة هي إحدى أقدس لحظات الذبيحة الإلهية. الرجاء التقدم من المناولة بكل تقوى وخشوع وتواضع. سيتم توزيع المناولة من وسط الكنيسة وأيضاً من خلال الكهنة الذين سيتوزعون في جميع أنحاء الكنيسة. علامة على وجود الكاهن بالقرب منكم ستجدون شمسية مرفوعة باللون الأحمر باللون الأصفر والأبيض، يحملها إحدى أبناء الشبيبة. المناولة سيتم توزيعها فقط من خلال اليد. اليد اليمنى تضع تحت اليد اليسرى ويتم وضع القربان في يدنا. نتناول القربان أمام الكاهن ومن ثم نعود إلى أماكننا. وأنا أستشعر
مقارب الينبوعي أن تقبل ربي كرابنا حبي ورجائي وذلتي ودموعي. أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك كل ما ترى وجهك الجم وهم. أعطنا ربي أعطنا أن نراك. أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في ثناك كل ما دون وجهك جم وهم. أعطنا ربي أعطنا أن نراك. أعترف للرب فإنه صالح. Come.
هللويا. أعترف للرب فإنه صالح. رحمته هللويا. لنصلي. Nourished with these sacred griefs, we humbly entreat your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may be your children in name and truth. بالمسيح ربنا. رجع الجلوس للحظات. باسم غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا الجزيل الوقار. أتقدم من أصحاب المعالي والسيادة والسعادة بالشكر والتقدير على مشاركتكم لنا اليوم في هذا الاحتفال، الاحتفال السنوي البهيج. شكراً أصحاب السيادة الأساقفة والإخوة الكهنة على حضوركم ومشاركتكم معنا. شكراً للحكومة الأردنية الممثلة اليوم بمعالي الوزير محمد نابلسي وزير الشباب وعطوفة الأمين العام لوزارة السياحة. شكراً للقائمين على هذه الوزارة على دعمهم ورعايتهم للحج المسيحي المحلي والعالمي. مع كون هذا المكان هو مكان مقدس لنا نحن في الأردن، لكننا نسعى دائماً مع وزارة السياحة لجعله إرثاً للعالم بأسره، مفتوحاً لاستقبال الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم. شكراً لهيئة المغطس وعلى رأسها سمو الأمير غازي وإدارة موقع المغطس والمهندسين العاملين في هذا المكان على حضورهم معنا وعلى عملهم وتعاونهم ليكون هذا المكان المقدس متاحاً لجميع المؤمنين للصلاة والزيارة. لأصحاب السعادة والمعالي الأعيان والنواب، شكراً لكم.
شكراً ليس فقط لحضوركم اليوم معنا في هذا الاحتفال، ولكن شكراً على حضوركم دائماً معنا في مختلف المناسبات، حضوراً فعالاً لما في خير المؤمنين والمواطنين وخير هذا الوطن العزيز. شكراً للجيش العربي الباسل ولقائد المنطقة العسكرية الوسطى وللضباط والأفراد ولمدراء ومنتسبي الأجهزة الأمنية كافةً. شكراً لعملكم الدائم لحماية مقدساتنا وبلدنا والعمل على تأمين مختلف احتفالاتنا لنصلي ونعبد الله بأمان وطمأنينة. نقدر عالياً ما تقومون به وليسدد الله خطواتكم. شكراً لعائلة المعشر الكرام على محبتهم وكرمهم وعملهم على تهيئة هذا المكان الجميل لإقامة الاحتفال اليوم. شكراً لحضوركم وليبارك الله عائلاتكم. شكراً لوسائل الإعلام على حضورها وتغطيتها لهذا الحدث. شكراً للمركز الكاثوليكي على تنظيمه المؤتمر الصحفي والنقل المباشر، فضائية نور سات على النقل المباشر، راديو مريم، وشكراً لشركة أورنج على تأمين خدمة الإنترنت. شكراً للجان المنظمة لهذا الاحتفال، ومعهم الكشافة، الكورال، الشبيبة، الخدام. شكراً لهم جميعاً على عملهم الدؤوب خاصةً في الأسابيع الماضية مع الأجهزة الأمنية والسلطات الصحية والمسؤولين عن هذا الموقع، بالإضافة لتواصلهم مع الرعاية والكهنة. كل التحضيرات العملية، هنالك 1000 قضية وقضية للتحضير، عملوا جميعاً ليكون هذا الاحتفال لائقاً بهذا المكان المقدس وبهذا العيد البهيج. اسمحوا لي أن أحيي سفراء الدول الأجنبية الحاضرين معنا، معنا اليوم 8 سفراء. All the ambassadors and chargés d'affaires and the representatives from the different countries, we are happy to welcome you here at the baptism site. Thank you for coming to participate in the mass and the celebration. This is the holy site where Jesus was baptized. It is not only our heritage and our holy site, but we want it to be a global heritage for all humanity. Thank you for your presence and your support. You are ambassadors to Jordan. We hope you become ambassadors of Jordan, supporting our country and sharing your experience here in Jordan. Please tell your peoples that we extend our hospitality to them and that they are welcome to come here and to visit Jordan. إلى مؤمنينا وإخوتنا الكهنة، نحن سعداء بحضوركم جميعا. نصلي إلى الله أن يزيل عنا هذا الوباء لنستطيع الاحتفال بعدد أكبر في السنوات القادمة. إلى مؤمنينا الذين يتابعون عبر وسائل الإعلام والذين كنا نتمنى أن يكونوا معنا اليوم، ولكن تأكدوا أن خوفنا على صحتكم وصحة أبنائكم وعائلاتكم جعلنا نحدد عدد المشاركين. هذا هو السبب الوحيد، ولكن كما نعلم أن هذا المكان عزيز علينا جميعاً، عزيز على قلوبنا جميعاً هذا المكان. اعلموا أن هذه الكنيسة هي كنيستكم جميعاً. كما لاحظتم هذا العام هنالك تقدم في الكنيسة، يعني كيف شفناها السنة الماضية والسنة هذه، ونريد أن نستمر في العمل بشكل حثيث حتى ننهي جميع الأعمال وتخرج بأبهى صورة ممكنة. لهذا السبب نرغب في فتح المجال لكم أن تساهموا أنتم أيضاً في الكنيسة لنستطيع تدشينها قريباً فتكون كنيسة جميلة تليق بهذا المكان. هنالك بعض الأمور التي يمكن أن تساهموا فيها بشكل مباشر: بنوك للكنيسة، كراسي، لوحات الفسيفساء برا، في عنا لوحات الهياكل الجانبية لمار يوسف، مريم العذراء، الهياكل على مدخل الكنيسة، الإضاءة في الكنيسة. فمن يرغب في المساهمة التواصل مع النيابة البطريركية أو مع كهنة الرعاية لنسهم جميعاً حتى نعلم وحتى
فعلا تكون هذه الكنيسة كنيسة لنا جميعا. كل عام والجميع بخير، كل عام وكنيستنا ووطننا بخير، كل عام وقيادتنا الهاشمية بخير، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بألف خير. شكرا لكم جميعا. شكرا أبونا. الرب معكم. وما روحك أيضا. ليكن اسم الرب مباركا. من الآن وإلى الأبد. مولاتنا باسم الرب. صانع السماوات والأرض. بارككم الله القدير لكل شيء. الأب والابن والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح.